اهلا بيكم وحلقه جديده من داخل سوبر ماركت مجدي. حلقه النهارده نتعرف فيها عن جميع اسعار المخبوزات وكمان انواع التورت والحلويات، فخليكم معايا وتابعوني. Thank you.
يا جماعة أتمنى في نهاية الحلقة لو الفيديو عجبكم ياريت تدعموني باللايك وتشتركوا عندي في القناة، ولو عندكم أي اقتراح لأي حلقة جديدة أو أي أسئلة ياريت تسيبوها لي في تعليق. شكرا ليكم وأشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله من داخل كازاخستان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.